اسمح لي ان انا اسالك على الاوتفيت الرائع ده. اكيد طبعا ده وراه فكره معينه، فلسفه، يعني اكيد ما جاش صدفه كده. والله العظيم انت راجل شواف. الله يخليك. والله نظرتي ما تخيبش، هو فعلا كده. الاوتفيت ده من تصميمك انت؟ ايوه. برافو. انا اصلا بطبيعتي عاشق للفسيفساء. الايه يا فندم؟ الفسيفساء. طبعا ده فن عريق طبعا، ومشهور في الاندلس، في المعصره، في المرج. إيه معلش، ايه اللي جاب الاندلس للمعصره والمرج؟ لا، الاندلس المدينه، والمعصره المحطه، والمرج المحطه برضه، بس لازم تدفع تاني عشان لو نطيت من فوق المكنه. خلاص تمام، وصلت الفكره، وصلت. أوريش. ممكن تخلينا في موضوعنا، تكمل لي القصه الجميله دي. بس في بقى مفرمه بينزل لها فيديوهات كتير قوي على السوشيال يومين دول. أيوة. مفرمه كبيره بيحذفوا فيها الحصان ينزل مفروم، يحذفوا فيها العجله تنزل شرايط، تفرم اي حاجه حضرتك. ايوه انا اشتريتها بقى. اشتريت العجلة؟ العجلة حرام يا عم، العجلة مش شيطان. اشتريت المكنة طبعا، اشتريت المكنة بتاعت الفورم دي، وقلت بقى ايه، بدل ما اصحاب الفيديو يقعدوا يحذفوا اي حاجة عشوائي، انا هحذف بقى حاجات مفيدة. حذفت حاجات كونت منها نسيج البدل. ما شاء الله ما شاء الله، حقيقي يعني بجد بجد تحفة، واضح ان الموضوع فيه جهد وفكرة فعلا يعني. شايف الشريط اللي بيلمع دوت؟ ايوه كنت لسه هسأل حضرتك عليه. ده من قمع المرور. من قمع ايه؟ المرور.